حضر كلا دي دنيا هبا سي سرباب ورا هذا الكرا ودي كرا نجا ضدك الشعب كلا حسوقي ولغتك لو هذيك سكرا لكن إنه يرى هو ابنته خنازيري يا وكنت البام دانيرا يا ضفارو معناها ما صو سياسية لأنه معناها ما هو سي ما كلو في رشوة صح ما مركز رئيس الوزراء هذا الكي والربي إن الشعب كوه الله أنه كوه الله تاسنا معناها سياسة أهان مرونا ودنك ومرونا ودنك عدا وهيستو هذا فيس تو ان دغال كلا بعد ان قل مزق يو هير شوي الاسبوع عن لبلابي هو شيء تاي هذه ديار هذه اللي هو استوى ما تحاسب من كرت اود مليت غالي مي جديد هذا اللقط اديك سدي رئيس الوزراء ما هين لقط او لو فرحو مركي ان قال غفير شو وهذا سي عاطفي سنه سي ايموشنال من قفكم كو سياسي انا معناها ما هبونا انه سي عادي فيلم انه وهلو عادي ما هبونا سي سبب دغال سي سبب ودغر واه قالوا سيدي هو الأوجي هاي إن الصومالي بقول لك بقول المسلمين وأوجي هنا أيها الأستركود إن نعبنا وأوجي هنا يهود الأستركود وأوجي هنا نعبنا هاي لكن ميسن فيلين إن هير مدحوين أم الرئيس الوزراء قف أو حل مدحوين أو وين هاي وضنك وهاي إنه وحاس كوال وهاي عرفتها وحيد هذا ما لا يقول قوة الأمير قرره أنا هذا أنا أباها المريكان أنا عاوي ولا خوارج تاني دغال كود إن ديال هذا نوصل ديران كريا هدي لي رامات انت سال ايه عشت اود ذلك اللي تمس مي سكرت تي اول تي الهي ومشي سو الهي سافر لكن قدها رجل بيت كا وح اسكم وجن عن قرب استاك مركا هذا الكريز زارها ما 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 جرتوا هل قف سياسي او ام قف او معنا حل هاي الدنيا كتسن او طاير مله قف كي اول كتاير هو مشي لكن وح موضو شعبها اسكله شعب هو طاير شعب هو صومالي دول اوجيا دمانيه صور سارتين علن كفلسطين فلسطين ادونك مسلمين قال معنا استاغين لكن قف هير كاس ام اسكدا في ريزول وزير حتى موسن كهلين حتى برلمان قف حتى موس كهلين مدحينا كان لارينتن طبعا مدحينا وكهلين لكن سي دايركت ولا مهلين مدحينا وحوي تن هيستو اي تن حق هيستو واسكميد او لو عدو مرك تهذا كبعتي تريتو اتكل قدره هذه محاتها محايستها كمان بحكي كرتيد معنا لكن ماشي واحد كجر سياسيين تو هذا الاسكوسي وما ذلك سدان ان رئيس الوزراء وحو استعمالي هذا العد والفهم كره وهذا الكل دي دنيا هبا سي سرباب ورا هذا الكرا ودي كرا نجا ضدك الشعب كله حسوقي ولغتك لو هذيك سكرا لكن انه يرى هو ابنته خنازيري يا وكنت البام دانيرا يا ضفارو معناها ما صو سياسيه لانه معناها ما هو سي ما كلو في رشو صح ما وهي ضدك الشعب كان لو تلقى الشعب وحي سو جيديان تاغير معناها امن وسوق وحي كو تاغير لكن انا سي ادو رئيس الوزراء هي كاسا كلي هدي مانتا تاغيرد عالم ك ومعناها لا ورشتا انت سو كو فلان اود ادم سعون كرتي مرك ادو سعو كرين اود اد لهين انا دهدي هير كاس ايس غارسيسيد ما اهان وا دبر جب او سياسه دا مستقبل كا اي مد تاغن اي دمان كو ودا مرك وا وخي ودنك دن او اه اي ددك شعبك عدو وا هيستو خوارج هيستان سو وحا لو باهنيا مرك انا كو تاغيرتي عدو غاسا اسكا كعنن iyo dadkaasi inaad u duceysid inaad macnaheedu si kale ula hadashid rayisul wasaaraha tahay waxaa ku haboon baahida waddanka inaad ka hadashid islaamka kooda inaad waxaad muuqdo oo dadku wada ogyihiin nabiga cali sallallahu alayhi wasallam markuu soo galay maka uu furanay soo awood leh uu hadal sarbeeb oo hadal siyaasadeed ku hadlay isagoo awooday inuu gaalada inuu waran buuburi wuxuu yidhi man dakhala bayt abu sufyaan fa huwa aamin waayo muxuu ula jeeday inaysan awood iyo waxba aysan samaysanin markii sulh xudaybiya la galay وحالي إن هذا الرسول أهين قر محمد كقر أنا مرغان نبي مرغانه واجي هو يجيب قفك مسلم كديب واجي هاي واجي من حوس مينا رسولك ما أهين ما وحاكم ورسولك عليه السلام إلهي يا صادري إله أمر كيس كوس عينه إلا وحي يوحى مركب وحالة برا ضدك استراتيجية دقيقة قابك دقا هذا الك الله براي مركب رئيس الوزراء هذا الكي والربي إن الشعب كوه الله أنه كوه الله تاسنا معناها سياسة أهان مرونا ودنك ومرونا ودنك عدا وهيستو هذا فيس تو ان دغال كلا بعد ان قل مزق يو هير شوي الاسبوع عن لبلابي هو شيء تاي هذه ديار هذه اللي هو استاهو ما تحاس من كرت اود مليت غالي مي جديد وحمليت ايغا توسنه هذا هذا كاس كلها ليسا مركا وا ملم ولا مقرر قران كان غير كرتي وحي مركاس بولشده اي شعب كاي كان لي كان مسلم قالو كان لي كركاد ودمه ادونغ هو اود بدا باكستان ودمه اسلام كا وسنين تلوت المام الا هذا موسى كان لي واي ما حدا أردوغان أود أولي هاي و نين اسكو فلان استراتيجي أمن ودن كيسا نغالة لسوسي وحول أود مستريني ملتري هذا الكاس صراحة وما هذلين وهذا السربيبا شعب كاس وحا قارسيني نسانا يالينا وكو هذلين وهذا صو هذا قرقرني سيد محاكو قارسي وحا نخوني سا وحا اسكا صعبة
waxa sheegtay in Soomaaliya ay taageeran dowladda reer galbeedda oo laga caawiyay dagaalka al-shabaab hadalka wasaare xamse uu jeedinayo waa hadal lid ku ah dowladda Israa'iil marka maxaa ilaaqaa u leeyihiin Israa'iil iyo dowladahan kala Soomaaliya taageera waa waa cad haba dowlad oo caalamka ka dhisan aan taageerin Israa'iil ma jirto dhinac walba ha noqoto ama ha noqoto diblomaasi ah u taageeraan bal iska wadaafa dadku ololeynayo tusaale ahaan hadda Mareykan oo kale hubkiisa iyo ciidankiisa ka dagaalamayeen Gaza maaha Israa'iil bis wax dagaalamaya marka asaga waa waddanka koowaad oo naga soo gala dhaqaalaha waa Mareykanka waa ama ha noqoto dadka shacabka degan ama ha noqoto dowlad ahaan wax oo macnaha siiyo oo maamulo Soomaaliya ama hub ha noqoto ama wax walba ha noqoto dadku waxay ku andacoonayaan tii Ilaahay waa sax Ilaahay tiisa waa meel marinaa إلهي أساق كل هذا إلهي أساق وحول في ستة أيام ثم استوى على العرش ما كل إلهي عرك أبو ريح وحول لحبري أساق كل قصة من كره وهذا استراتيجية كوسمي الحرب بقدعة نجار كوسي سوى نجار هو وحدت كا جدا وأه سمي من رأى منكم منكرا فلو غير بيدي قعدت أنكم مزولين كرنا أود أفكر ملهن فإلا لم يستطع فبلسانه فإلا لم يستطع فبقلبه قلبي جوا أنا لكن شعبك إنه شعب كتا غيره شعبك إنه صوب أنا بحان وحش شعبك أمسيين هين وسوق بيا وأرنت ولا جربي وريزوارا وقفوا زادي لكن وسوى البين غطوا وهي وضن كريزوارا بدن وصامري واحتر مكي ليرا كو احتر بدن ودي ليرا روبل وكل وقت وكو احتر بدن سو احتر ملا بيا وكسي معناه هو واجرته لكن والله شي كلب بدين هذا روبل انتو سميه وكلته وانين او عاطفي ما اهين وانا دقنو اها وحال كيس او سول بو اها او ماريناي سو ودك دقال كجرو خير وكالي واجري مركا ان عاطفي لمدى وحا اي كب حسن اي نقط ايموشنال ما اها درين انو انا معنا انا قلسين رزارو هو يري ان حماس ارقح سماهن ان هذا الكاس ما شكل قلين كرا صح حماس ارقح سماها وازدفاع isku difaacaya intaas loo yiri kaliya waxa laga rabay inuu intaas ku ekaado dadkaas la xasuuqa inuu ka hadlo laakiin in la yiraahdo Israa'iil waa ilmo doofaar oo kale iyo waa cadaw waayay way ku soo duushay iyo waa saad waa wax oo xataa uu ku sii dar kursiga aan ku waayo kale macnaha waa hadal cad waaye oo meel u socday marka Rizwaa waxa uu maleeyay hadalkiisa inuu meel u socday aysan ahayn wax oo asaga ku saabsan emotional iyo dareenka markuu arkay inuu ku tarax tagay uu ka hadlay waxaan wax oo la jooji karin aysan ahayn oo macnaha u leefaha marka waxa dhigi kara reesara aad difnimo siyaasada sidoo mar rabto emotional ma siyaasada waxa xirta in laga baaran dago wixii markaas jira in laga jawaabo laakiin aysan ahayn waxaan maxaa kaaga muuqdo san waa sidiyeen dadka feer wuxuu ku sameey macnaa wax oo taagan ma wax oo saxna ma wadanku dan uma aha siyaasada dalka u yeelan dan uma aha shacabka dan uma aha marka waxa dadkaagi wax u ahayd hadii aad uga jawaabin waxay noqonaysaa waqf oo macnaha dareenkiis ka tanbadan yahay oo macnaha ku qalqaad dhaqtar oo kale qof qalqal baan dhaqtar laga ma dhigi karo maxaa yeelay qofka duu macnaha uu yahay qof oo dareen badan oo waay maxaa lagu dhigi waay qofkan waa kor mataga soo la qalay marka siyaasadda waa sidaas oo kale uu ku taraxtaya marka waxaa loo baahan yahay inuu protection inuu siyaasadda ka fiirsado waxaan maxaa ka iman karo maxaa laga hortagi karaa inuu qofka uu leeyahay macnaha caashaan basic inuu leeyahay